واضح الخط؟ آه. كويس طيب بعرفوا الإحصاء كتعريف بقولوا عنه هو عبارة عن إيش؟ تعريف بعرفوا على أنه هو فرع أو رياضيات ليش نقول فرع الرياضيات؟ هو تنظيمها وترتيبها في الكتاب وعرضها الرياضيات جمع البيانات زي ما قلنا في عندي حاجه اسمها المجتمع الاحصائي. المجتمع لا يقصد فيه مجتمع البني ادمين دائما لما نقول احنا مجتمع اول ما يتبادر لذهن الانسان اللي هو المجتمع الانساني صح؟ لا انا بصفه عامه اي حاجه انا بتعامل معها. بتعامل مع مباني يبقى المجتمع الاحصائي تبع عباره عن مباني، بتعامل مع مزرعه فراخ يبقى الفراخ نفسها هي المجتمع الاحصائي تبعي. بتعامل مع كرتونه بيض، ال 30 بيض في الكرتونه هن المجتمع الاحصائي تبعي. ماشي الحال؟ فهي يقصد بالمجتمع الاحصائي فكيف انا بجمع البيانات بجمع البيانات من المجتمع الاحصائي سواء بطريقه المسح الشامل او بالعينه اسلوبين هذول ما فيش ثالث لهن يا مسح شامل يا عينه ايش انا مسح شامل يعني اخذ البيانات من جميع عناصر المجتمع على فرض ان بدي اجري بحث او دراسه عليك انتم كالشعبة اللي هي 202 احصاء حيوي فال30 او 35 طالبا موجودات هن المجتمع الاحصائي تبعي بدي اختار من عينة بختار خمسه او ست طالبات بعمل عليهم بعض البحث يعني بعض اسئله بعض استجوابات نتائج اخذها معلومات بعدين بعممها على الكل فالعينه تؤخذ من المجتمع الاحصائي فعندي اسلوبين يا مسح شامل اخذ المعلومات من الكل يا باخذه من العينه في الحالتين حقابل عناصر من المجتمع كيف بدي اجمع منهم البيانات في عنا حاجه اسمها طرق جمع البيانات عندي اسلوبين يا مسح شامل يا عينه سواء هادي او هاد يا باخذ خمسه سته يا باخد كلكم في جميع في الحالتين حاخذ عناصر المجتمع اتعامل معها صح؟ فالان سواء اعتمدت المسح الشامل او العينه حتعامل مع عناصر من المجتمع كيف باخذ منهم البيانات؟ في عندنا خمس طرق لجمع البيانات زي ما قلنا ما بلزمنيش او مش يكون مطلوب منكم تحفظوا التعريف احنا عاده في اختر اجابه في فهم بس مش اكثر اذكر عدد بين وضح ما فيش منه هذا الكلام واضح ما فيش عندنا بصم وحفظ احنا بدنا نفهمه خلاص فالان عندنا خمس طرق لجمع البيانات منها المكالمه الهاتفيه مقابله شخصيه سجلات مصادر رسميه اللي هي زي السجلات زي استبانه مشاهده مباشره كل هذه بتلاقوها موجوده يعني انا بدي اخذ معلومات عن بعض الطالبات باخذ خمسه سته مثلا عينه وبقعد معهن مقابله شخصيه صارت صح صار ولا لا بتكلم معهم باخذ منهم بيانات افرض انا لزمني طالب انا موقف معين مش موجوده بتكلم معها مكالمه هاتفيه باخذ منها البيانات تبعتي والمعلومات وهكذا في استبانه ممكن بعض التساؤلات بوزعها على الطالبات بعبوا الاستبانه بحللها وباخذ منها المعلومات اللي بدي اياها وهكذا بدي مثلا على بلد معينه منطقه معينه اشوف عدد المواليد عدد الاطفال عدد الذكور الاطفال تحت سن ست سنين بدنا نبني مدارس لقدام فبصير تخطيط للمستقبل هذه البيانات هيك بتصير فجمع البيانات في مصادر رسميه زي كشوف وزاره الصحه في مواليد في وفيات في اطفال في ذكور في اناث الى اخره فجمع البيانات قلنا عندي اسلوبين يا مسح شامل يا عينه المسح الشامل بمر على جميع عناصر المجتمع باخذ منه معلوماتي العينه باخذ جزء وبتعامل معه في حالات بنفعش فيها الا المسح الشامل ولا يجوز العينه في حالات العينة ولا يجوز فيها المسح الشامل تمام؟ سيبونا من الكتاب ركزوا معي هنا خلوك هنا مركزين يعني مثلا المسح الشامل لو لا سمح الله منطقة صارت منكوبة زي منطقة الزلزال في ناس اللي مات الله يرحمه في ناس الناجين اللي نجوا في منهم مصابين في منهم بدون مأوى ولا غيره من أروح أخذ عينة اثنين ثلاثة أه على طرف المخيم تبع اللجوء أخذهم وأتعامل معهم وأقول خلاص أنتم بتسدوا عن الباقي، بينفعش ولا لا؟ لابد من المسح الشامل كل عناصر في المجتمع او في المجتمع تبعي اللي هو مجتمع اللجوء لازم اتعامل معهم كلهم واقدم لهم المساعدات كلهم صح مناطق منكوبه مثلا صار في فيضانات او غيره خشت المي على الدور في ناس ماتت في ناس غرقت في ناس اتصاوبت لازم امر عليهم دار دار واشوف مين في ناجي وفي ميت في غير مساعدات بنفعش اخذ دار او دارين واقدم لها المساعده يعني العينه بتنفعش في هذه الحاله حالة الكوارث حالة الأمراض حالة المساعدات هذا لابد من المسح الشامل الآن العينة في حالات منفعش فيها العينة المسح الشامل لازم العينة زي فحص الدم زي الدم أي أي بالضبط كل حاجة فيها إنتاج منتج نأخذ إحنا كتمهيد اللي هي الدم بدي أفحص دم واحد مش معقول أسحب دمه كله وبعدين أفحص أفحص وبعدين إيش أرميه هو ودمه أكبه هو إياه مزبوط ولا لا بموت ولا ولا بضله طيب لمسحب دمه كله صح اوكي اه باخذ عينة نخز او نقطه او نقطتين وبفحص فيها وخلص وبعمم بقول دمه فيه كذا كذا هي امراضه تمام العين هانا بكون ايش لو اخذنا المسح الشامل بموت وبالتالي بكون فاشل الـ الـ يبقى لابد من العينه اي انتاج يعني مثلا لو عندي كرتونة بيض بدي اشوفها سوق الاربع وقاعد في الشمس الزلمه، طيب يمكن كلكر... بدي اشتري الكرتونة انا، يعني. طيب يمكن الكرتونة خربانة، يعني. باخذ لي بيضتين ثلاثة بفحصهم اه وعينة لكن لو لو طقيتهم كلهم كلهن وفحصتهن طلعت كده الكرتون بعدين هات أو كويس والله البيض اللي عندك كويس هات لي كرتونة ثانية هفحصها برضه مش هنخلص وبالتالي بنفعش صح؟ هنا لابد من العينة ولا يجوز فيها المسح الشامل اوكي طرق فيها. طرق فيها العين. اه طرق اه انت بت... بتنقلين اوكي بعد ما خلصنا قلنا يا مسح شامل يعني المسح الشامل مالوش الا طريقه واحده اللي هي اخذ من كل عناصر المجتمع يعني امر عليهم كلهم لكن العينه الان في عندي آه، عينه بتتحدد حسب طبيعه المجتمع اللي موجود عندي في عندنا طرق العينات طبعا احنا بنحكي نظري والكلام كله مكتوب عندكم في الكتاب عشان احنا متاخرين بنعيد المحاضره اللي فاتت بس مش اكثر. قلنا عندنا اسلوب جمع البيانات قلنا فيه مسح شامل وفي عينة المسح الشامل مالوش الا طريقه واحده بس تمر تاخذ البيانات من جميع عناصر المجتمع. العينة في عندي نوعين في عينات احتماليه او عشوائيه وعينات غير احتماليه، تمام؟ حنتعامل مع عينه الاحتماليه واللي احنا بنسميها عشوائيه. اما الغير احتماليه هذه مش حن مش حندرسها، مش حنشرح لكم اياها. ماشي الحال؟ طبعا هذه الاساليب في طرق جمع البيانات اللي قلناها صح؟ في طرق الجمع اللي هن الخمسه اللي قلناها الاستبانه والمقابله الشخصيه والمكالمات الهاتفية الى اخره. والسجلات والاستبانات طرق جمع البيانات قلناها وخلصنا الان داجلة كيف اختار العينه في عينات احتماليه وعينات غير احتماليه نتعامل مع العينات الاحتماليه او العينات العشوائيه قلنا عشان تكون العينه عشوائيه او احتماليه لا يعني عشوائي يعني فوضوي انت بتسمع عشوائي لما يقول قصف عشوائي وين ما تيجي تمسك ومغمض ولفها المقلاع ورخ الخيط بتروح العصا بتفط في اي واحد يمكن تفط في وجه اللي جنبه واللي وراه صح؟ هذا هذا اسمه قصف عشوائي او يمسكه رشاش لواحد احول يقعد وين وين حيضرب؟ هذا اسمه قصف عشوائي، لكن هنا كلمه عشوائي في عندي حاجه منظمه ومرتبه. لما اقول عينه عشوائيه او احتماليه عشان تكون عشوائيه لازم تحقق شرطين قلنا. اول حاجه جميع افراد المجتمع متساوين في امكانيه التواجد ضمن العينه. وعشان تستوعب هذا أكثر أه بقول لو أنا معي 30 دينار 10 10 10 بدي أعطيني لثلاثة منكم مين بدها تاخذها؟ كله حيقول أنا، وأنا قبلكم كمان صح؟ الكل خاطره يكون هو من الثلاثة، ياخذوا 10 10 دنانير جلال حوالي 50 شيكل حوالي حلوات فالآن أجتني مساعدة من الهيئة الطلابية مثلا أو وفاء الخير وبده يعطيه لثلاث طالبات، وكلنا الحال على الله، الكل وضع تقريبا متساوي اه، ما فيش عندنا ناس فاحشو الثراء، ما فيش. يعني كلنا في ال... عندنا في القاعدين الله يوسع عليهم، اللهم لا حسن، اللهم لا حسن. طيب، فالان احنا بدنا ايش؟ نعطي ال 30 لثلاث طالبات. كيف بدنا نعمل؟ لازم لازم يكون كل عنصر في المجتمع له نفس الحق، نفس الفرصة إنه يكون ضمن العينة، هذه أول حاجة. تمام ثاني حاجة ممنوع التدخل الشخصي يعني أنا ممنوع أقول, أقول تعالي أنت وتعالي أنت آه بنفعش هاي آه بالضبط فأنا الآن بدي يكون عشان تكون العينة عشوائية أو احتمالية لازم يكون كل عناصر المجتمع لهم نفس الفرصة يكونوا ضمن العينة بعدين ممنوع التدخل الشخصي ممنوع أنا أحدد مين اللي يكون في العينة آه فعنا ثلاث أنواع من العينات حنأخذ العينات الاحتمالية ثلاثة حسب طبيعة المجتمع اللي عندي خلص هذا الحمد لله ملزق احنا الفصل الاول لهان جمع البيانات التنظيم والترتيب هذا بندخل فيه الفصل الثاني ان شاء الله اخر شوي ان شاء الله بندخل طيب الان احنا عندنا العينات العشوائية او الاحتمالية أنا قلنا العشوائية البسيطة في المنتظ... العشوائية المنتظمة في العشوائية الطبقية المعاينة لا انسوا الباقي كل اللي انا كتبته في اربعة كمان ها انسوا بس هذول الثلاثة اللي بدنا يعني. اياهم ماشي الحال يبقى هاي بدينا نشطب يعني مش كل حاجة في الكتاب مطلوبة منا صح؟ العينة العشوائية البسيطة لو كان المجتمع متجانس ومحصور يعني زي ما يكون مجتمعكم أنتم بقدر أروح على ال... عندي على صفحتي كشف حضور وغياب أو الرسائل بسحب أسمائكم كلها ومرتبين أبجدي ومرقم واحد اثنين ثلاثة تمام؟ على فرض أنا عندي مجتمع فيه 200 طالبة كل طالبات العلوم الطبية سكرتاريا سجل طبي صيدلي غيره آه، تحاليل ها آه؟ كله كله بقدر اجيب كشف باسمائهم طالبات السنه الاولى اسحب 200 طالبه مثلا بيجيني كشف مسلسل من واحد الى 200 الان دائما الحجم الكلي بنعطيه ان كابيتال والعينه بنسميها ان سمول الصغير جزء من الكبير ولا لا؟ العينه جزء من المجتمع الكلي فلو كان المجتمع فيه 200 بدي اختار منه 10 مثلا الآن أنا بدي أشتغل على العينة العشوائية البسيطة المجتمع الموجود عندي محصور ومتجانس كلكو تابعين للعلوم الطبية كلكو فصل أو فصل ثاني أو فصل أول كلكو سنة أولى مثلا باجي بالكشف مرقمين طلاب أو طالبات طلاب وطالبات كله على بعضه واحد اثنين لما يصل إلى مية وتسعة وتسعين متين تمام أكم خان المتين ثلاث خانات تمام الحين نفهم ليش مدام ثلاث خانات بدي اعطي كل الارقام تكون ثلاث خانات فبضيف لها صفرين اللي بيلزم اللي بتخص عليها خانه بنحط لها صفر على الشمال صح؟ زي في في ناس بيكونوا صفر على الشمال ولا لا؟ علاماتهم تكون صفر على الشمال. احنا بدنا نركز ونكون كلنا صفار على اليمين قد ما نقدر. نحط الواحد وصفرين على اليمين. اوكي. الان اعطيتهم بدل ما كانوا من واحد ل 200 اعطيتهم كلهم خانات مكونه من أو أرقام مسلسلة مكونة من ثلاث خانات، كل خانة بتخس عليها بحط لها صفر. في عندنا في آخر الكتاب جدول اسمه جدول الأعداد العشوائية. الجدول اللي معنا في الكتاب فيه حوالي 13 عمود كل عمود مكون من مثلاً 20 أو 50 أو 100 رقم كل رقم فيه مكون من أربع خانات. يعني مثلاً لو أخذنا أول رقم أو أول عمود على الشمال جدول الأعداد العشوائية في آخر الكتاب أول جدول بقبلكم جدول الأعداد العشوائية جدول رقم واحد طبعا الآن أنا مرقمهم من واحد إلى 13 عمود بدي أختار عمود منهم بطريقة عشوائية لأنه أنا ممكن أطلع الأولاني لا مش ما. اه هاي هذا رقم ثمانية ثلاثة أه أعرف هذا رقم ثلاثة وثمانين بدي إياها في العينة لا ممنوع ممنوع انا اختار العمود بدي اختار العمود بطريقه عشوائيه، يعني مثلا لو كتبت ارقام من 1 ل 13 على قصصات ورق وخربطتهم وسحبت طلع عمود رقم ثلاثة تسعة 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 ثلاثة ثلاثة ولا ثلاثة؟ خلص سبعة عشان رقم مبارك، عشان رقم كويس قلنا سبعة لا قلنا خمسة سبعة والله سبعة اه انا عشان سبع عشان في اول رقم يعني بدنا اياه آه والبقية خمسه قعدنا تسع ارقام ولا واحد لزمنا صح؟ اه هيك ما علينا المهم معلش ازيح ارقامكم شوي هيك عشان هذه الارقام اللي هي واحد اثنين لما اصل الى 200 تمام؟ الان جدول الاعداد العشوائيه اخترنا عمود عشوائيا وليكن رقم سبعه قصات الورق 13 ورقه سحبنا ورقه اساليني اسال اخترنا 13 عمود عملت قصصات ورق سحبت رقم طلع رقم سبعه بروح على العمود رقم سبعه يفترض انه الكل معه كتاب مش الكل أه؟ للاسف يعني لو الكل معه كتاب بكون افضل 0 8 3 0 9 6 5 0 5 7 9 7 4 5 4 0 على فكره اللي بنقلني الارقام يعني لا تعتبر هذه مشاركه ما فيش لها علامات 4 5 40 6 8 4 2 8 7 8 4 4 7 4 1 تقل دم اهله 1 7 9 7 4 7 1 7 10 7 6 2 4 4 الاخيره مش هيكفي كويس؟ طبعا الارقام العشوائيه زي ما قلنا هذه ارقام تيجي عن طريق الكمبيوتر ممكن تقولي له بدي 1000 رقم كل رقم مكون من سبع خانات هذا اللي طالبه طالبه اربع خانات ممكن دا بعطيكي ألف رقم في اعمده هيك مصفط لك اياهن كل رقم مكون من سبع خانات زي رقم الجوال مثلا 9 تسعة اللي بدك اياه فالان آه الارقام تبعتي كلها مكونه من ايش من ثلاث خانات حسب الرقم الاخير هذا ثلاث خانات كلهم بخليني ثلاث خانات بروح على اول ثلاث خانات من الشمال رقم قديش هل هو من ضمن اللي عندي ولا لا موجود انا عندي 200 من واحد ل 200 عندي موجود يبقى حختار شخص رقم 83 هل انا عارف ايش انه حيطلع هو العمود مختارينه عشوائي ومش عارف انا ايش الرقم اللي حيطلع بعده فانا بدي اقول هاي انا بدي اختار الشخص رقم 83 الان اي واحد في المجتمع له الحق يطلع ضمن العينه العشره صح ولا لا هذا لا لا 965 ما عنديش 500 وكذا ما عنديش 400 لا 600 لا 800 لا عشان هيك 179 يبقى حختار 179 كمان 40 لا 107 حختار 107 124 هذا صح؟ 124 خلص العمود كم واحد صرت ماخذ؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة طب أنا بدي قديش؟ 10 لو خلص العمود بنقل على العمود اللي بعده على الثامن مش أرجع على الأول أو على الثاني على كيفي عشان ما تصيرش تدخل عشوائي سبعة بنكمل ثمانية تسعة 13 برجع من أول نركز هنا بكون أحسن اسألوني آه. الآن خلص الأربعة من العمود الأول بنقل لما خلص العشرة بوقف العملية واضح يبقى هذه عشوائي ولا لا الجدول الأرقام هذه الكمبيوتر بحطها اخترنا عمود عشوائي وأنا مش عارف مين الأرقام اللي هتطلع عندي وبالتالي هذا اسمها عين عشوائية بسيطة خلصت يبقى هذه بدناش احنا نقول كويس كيف بيجي سؤال ها عشان اقروا وافهموا بكون افضل لكن هذه بقول لو كان عندنا مجتمع متجانس يمكن حصره ايش العينه المناسبه طريقه العينه بقول العشوائيه البسيطه هاي سؤالها خلصنا خلاص هيك العينه العشوائيه البسيطه او زي من هالنوعيه هذه احنا مش هنقول لكم اذكر وضح عدد بين ميز علل مش عندنا في الرياضيات ما فيش الرياضيات في شغل في مسائل اختر ممكن بس الفصل الاول عباره عن اختر وبس تقريبا تقريبا في عندك مسائل حسابيه في حتيجي عندنا طريقه طبقيه اه في بتلاقي خلص عباره عن لا هذا الفصل الاول الفصل الاول هيك بيظهر في في الامتحان لكن في الفصل الثاني الثالث الرابع في شغل في قوانين على الفصل الاول فيش اذكر مصطلح ولا اعرف ولا حاجه ولا شيء ولا شيء بس بالكثير أخ... بس أه. نعم خلاص بنصور بنصور على السكت خلاص بلاش فضايح خلاص بنركز لا لا هم مركزين وجايبين بيجي طيب العين العشوائيه المنتظمه زي ما قلنا لو كان المجتمع يعني لا يمكن حصره أو بقدرش أجيب كشف فيه يعني شبه متجانس في صفة معينة في ميزة معينة بيشتركوا فيها فأنا بدي أعمل بحث عليهم آه زي ما ضربنا المثال زي ما قلنا زباين محل عددهم مثلا ألف زباين محل عددهم ألف وبدي أختار منهم مية أعمل عليهم استبانات أو غيره أشوف أستطلع أراهم حول أداء المحل هذا اسعار عرض اضاءه عمال اسعار معامل كل اي حاجه يخطر على بالك فانا كيف بدي اختار المئة من الألف 1000 فطبعا زباين المحل مش معقول صاحب السوبر ماركت او المول يكون مسجلهم في كشف عنده مش معقول ولا وبالتالي متجانسين لكن لا يمكن حصرهم فالعين العشوائية المنتظمة أنسب طريقة لأخذ العينة فمعظم المولات الآن تدخل على الخلايا الكهروضوئية تيجي على الباب بتخش حتى لو مسكر بتشوفي اللي هي بيفتح فوج هيك صح؟ متجانسين لكن لا يمكن حصرهم صح؟ في يعني صفات مشتركة مش حيكونوا متجانسين تماما زي طالبة الكلية مثلا أو طالبة التخصص الواحد مش حيكون نفس التجانس صح؟ لأنه هذول من عامة الشعب بكونوا مثلاً فالعينة العشوائية المنتظمة مثلا محضر لي أنا مئة استبانة بدي أوزعها لمئة شخص من الألف الموجودين بدي أختارهم بطريقة العينة العشوائية المنتظمة زي ما اتفقنا ممنوع تدخل شخصي ولا أعرف مين اللي بده يكون ضمن العينة ولا غيره فإيش بنعمل بنجيب واحد بنقعده عند باب الخروج وبنعطيه مئة استبانة وبنقول له وزعهن على الزباين كيف بده يوزعهم؟ ممنوع على الشكل على المنظر يشوفه يقول له اه هذا كويس اعطيه هذا ما تعطوهوش ممنوع ببطل العشوائيه صح؟ ممنوع التدخل الشخصي، فقلنا احنا لو قسمنا ال1000 على ال100 بيطلع عندي طول الفتره او الموجه 1000 على 100 بيطلع عندي قديش؟ 10 من كل 10 بدي اختار واحد من كل 10 بدي اختار واحد طبعا ال1000 ال1000 كم 10 فيها؟ 100 10 1000 كم 10؟ بيطلع مية فلو قسمتها إلى عشرات هاخد من كل عشرة واحد هيطلع عند المية شخص بالراحة الألف أكم عشرة ألف تقسيم عشرة صفر مع سفر بضل مية من كل عشرة بدي اختار واحد عشوائيا، الآن هذا اللي بدي اختاره مش أنا اللي بتدخل فيه، بنجيب قصصات ورق، أرقام من واحد لعشرة بنخربط بنسحب ورقة، طلعت رقم قديش؟ أربعة، ماشي أربعة، عشان زي ما في الكتاب، أه؟ أوكي فالان الراجل واقف على باب الخروج عدى واحد اثنين ثلاثه رقم اربعه بقول لو سمحت بعطيه الاستبانه بكمل خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشر خلصت الموجه الاولى الان بيبدا يعد من اول وجديد واحد اثنين ثلاثه رقم اربعه اللي بعدها بقول له لو سمحت عبي لنا هل هو عارف مين هيجي رقم اربعه؟ يمكن واحد يصلوا اربعه بعدين يتذكر انه ناسي حاجه يرجع يجيبها يجي واحد محله ولا لا؟ لانه هو باب الخروج فالان حيكون عنده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة هيجي العشرة اللي بعدها بالنسبة للألف هيكون رقم 11 12 13 14 هياخد رقم أربعة بعدين 15 لما يصل لعند 20 بعدين 21 لما يصل ل 24 وهكذا عشان يصل الألف بده يصل عند 9 9 4 وإن كان ممكن نقول لكم هذا في سؤال متتابعات حسابية أوجد الحد الأخير قديش بده يكون قيمته أو ترتيبه ها ما علينا بس هذه هيك واضح واضحنا أربعات وحيكون هذا لو عدينا واحد اثنين ثلاثة أربعة حنلاقي هذا هو رقم 100 طبعاً عشوائي ولا لا فيش تدخل شخصي وكل عنصر من الألف من حقه يكون ضمن العينة ينجز ويطلع ويستنى واحد اثنين ثلاثة يخش الرابع طب هو عارف انه الرابع المطلوب مش عارف صح اوكي الان نيجي للعينة طيب ايوه بس هم هذول اللي بعطيهم الاستبانات وبيكمل الشغل تبعه نروح للعينة الطبقية وهذه اخر حاجة حكيناها المحاضرة اللي فاتت بعد هيك بصيروا كلكم في الموضوع الجديد مع بعض ان شاء الله العينة الطبقية لو كان المجتمع عندي غير متجانس لكنه مكون من طبقات متجانسة يعني لو رحنا للطلبة في الكافتيريا حلقهم كل التخصصات في الكلية في عندنا علوم إدارية في حاسوب في هندسة في طبية مزبوط مخربطين لكن فعليا كل طالب ينتمي إلى قسم ولا لا وبالتالي عندنا طلبة العلوم الإدارية متجانسين مع بعض لأنه بأخذوا مساقات مشتركة نفس المساقات طلبة طبعا خلينا نقول الدبلوم خلينا الدبلوم في كل حاجة طلبة الدبلوم في علم الحاسوب في الحاسوب قسم الحاسوب متجانسين مع بعض طالبة العلوم الطبية متجانسين مع بعض الهندسة متجانسين مع بعض لكن على بعض كوكتيل بصير مش متجانسين صح؟ فبكون المجتمع عندي هنا الطبقية بتكون لما يكون مجتمع غير متجانس ولكنه مكون من طبقات متجانسة تمام؟ عندنا المثال الموجود عندنا في الكتاب نأخذه يعني للتوضيح بكون أفضل عندي جامعة فيها كلية الأداب كلية الاقتصاد والعلوم الاقتصاد والهندسة الأداب العلوم الاقتصاد الأداب فيها 200 العلوم 100 وخمسين مية وثمانين مية وعشرين المجموع ستمية وخمسين هذه إشارة سيجما عارفينها للمجموع ماشي الحال صم إيش أيوة صم بالإنجليزي معناها إيش مجموع غير عن صم بمعنى شيء صح الأفرج معدل آه معدل لا إحنا بنحكي على المجموع أوكي فالان 650 هنا الان كابيتال صح الان 650 عايزين منها 130 هيك المثال بقول تمام فالان ال130 خدهم من الطبقات الاربعه يمثلوا لي كل الجامعه كل الجامعه فبنفعش اقول ال130 اقسمها بالتساوي 130 على 4 فيها 3 10 32 ونص بنفعش 32 ونص طالب فيش في حاجه زي هيك بغض النظر لكن الان كل ما كبر حجم الجزء بده يكون له حجمه اكبر في العينه كل ما كبر الحجم الاصلي بده يكبر حجمه في العينه كيف يعني كيف يعني على المثال برضه اللي ضربناه المحاضره اللي فاتت لو ثلاثه ثلاثه واحد واثنين وثلاثه اشتركوا آه، ثلاث أصحاب طلعوا على البحر طشوا أكلوا خلصوا كانوا جايبين حاسبين حسابهم في إيش؟ سدر حلويات أهفوه بعد ما يخلصوا الطش في آخر الليل يعني كلام فاضي تنفسوا وزهقوا من النش والأبصر إيش؟ آه، ضل سدر الكنافة زي ما هو فقالوا بدنا نقسمه على بعض سدر الكنافة حقه 100 شيكل هذا دفع 50 وهذا 20 وهذا 30 هذا قال نوزعه بالتساوي بس انه قال واحد طبعا هذا اسف قصدي آه... جز... ساف آه... وسخ قصد آه... جز... مش نافع مش, مش محترم او طماع او قليل دين قال ج... ايوه هي قليل دين صح هو ده قال وزع تساوي ايش يا ابني ايش تساوي هو مية حق وانت دافع 20 ايش تاخذ ثلث الصينيه ثلث يعني هيك يعني كل زاويه تقريبا قديش 120 احسنتي لان الزوايا كلها 360 مجموع قياسات الزوايا المتجمعه حول نقطة في الهندسه في الاعداديه مجموع وفي الابتدائيه كمان مجموع قياسات الزوايا المتجمعه حول نقطة 360 درجه ف 360 لما قسمها على 3 120 120 كل واحد هيطلع فهذا قليل الدين هي زبطت مع قليل الدين بده 120 مع انه هو بيطلع لهش ولا حاجه يعني بعطوه لحوس السدر بس بعد ما يخلص دوزيه بس هذا كبيره صح فالان لما بدنا نوزع بالعدل هذا بال50 ياخذ النص وانتم دبروا حالكم صح ولا لا فقديش هو بيساهم في الثمن الكلي بيطلع له حصه صح هاي القصد بعدين هدول بدبروا حالهم هذا باخذ النص قديش نص 360 180 كويس شاطر هاي ال180 هاي يعني هيك هذا النص الفوقاني اصغر بدناش نظلم احنا هاد هي بطيخه هذه دائره ما علينا حياخذ قديش؟ 180 ويظل ال 180 لا 2 صح؟ بوزعوها بينهم طبعا ابو ال 30 حياخذ اكبر طبعا لو بدك تقسمها بالتساوي هذا 90 هذا 90 لكن هذا اكثر فهذا هيجي قليل الدين حياخذ اقل حاجه هذا لا او اللي دافع 30 وهذا ال 50 وهذا ال 20 صح؟ فكل ما ساهمت في المبلغ الكلي اكثر بيطلع حصتك اكثر صح؟ نفس المنطق اللي بحكي انا الان هن المجموع الكلي 650 الكل 650 بدي اخذ منه قديش 130 هذا ساهم اكثر واحد في ال 650 فهتطلع حصته في العينه اكثر واحد بالمنطق واضح فكل ما كبر حجم الطبقه بزيد حجمها في العينه حلو الكلام نكتب بعض الرموز عشان لو قريته من الكتاب تستوعب الكلام انسوا هذا بعدين آه، الان الطبقه الاولى هاد الان كابيتال مكونه من ايش؟ هذه ان واحد هذه ان اثنين ان ثلاثه ان اربعه لو جمعتهم مع بعض بعطيني الان كابيتال صح؟ الان هذه بدي منها عينه ان واحد وهاد ان اثنين هاد ان ثلاثه هاد ان اربعه هاد وهاد وهاد بده يساوي ال 130 اللي هي الان اللي احنا بدنا اياها صح هيك؟ واضح وراء الخط مبين اوكي فاحنا الان بدنا نشوف قديش ان واحد قديش ان اثنين وهكذا اللي انا متاكد منه انه هذا اكثر واحد لازم يكون في العينه بعدين هذا بعدين هذا بعدين هذا صح هيك يفترض كيف بدنا نحسبها قلنا في عندنا قانون في الكتاب ممكن نكتبها بدون قانون يعني حل عرب زي ما بنقول بسهوله اللي بدها القانون هاي موجوده حتلاقوا ان احنا كاتبينه نفس القانون حبين لكم انه نفس القانون لكن للسهولة بيكون اسهل للطالب نقول كالتالي نقول كالتالي ال 650 اللي هو هذا حجم كلي عينه بدي منها قديش 130 صح ال 650 بدي منهم 130 طب لما يكون الحجم الكلي 200 قديش بده يطلع عينه ايش نعمل دار تبادل المقص او المقص اوكي هذه مع هذا صح؟ اوكي فالان انا بدي ان واحد حجم الطبقه الاولى من العينه ال 200 بضربها ضرب 130 على 150 طبعا هذه ممكن نكتبها باكثر من صوره شايفينها كيف؟ يعني ممكن اكتبها اقول 200 ضرب 130 على 650 او بقدر اقول 200 على 650 ضرب 130 هذه سمكة هذه أو هذا أو هذه كل واحد في الرياضيات كل واحد صح؟ لما أقول ألف ضرب ب على جيم هي ألف على واحد ضرب ب على جيم صح؟ أو ألف على جيم ضرب ب على واحد وهكذا فهذه هذه هذه في الآخر هنضرب البسط في البسط والمقام في المقام حيطلع لي هيك واضح؟ فالقانون هتلاقوه على الارجح انه هادي ممكن هاد ممكن هاد ممكن هاد كله انا بالمقص اريح لي صح المقص هيك ايوه طيب فالان لو اختصرنا صفر مع صفر فيها واحد فيها خمسه ميتين على خمسه بيطلع اربعين يبقى حجم الطبقه الاولى كليه الاداب هياخدوا منها اربعين طالب عشان جزء من 130 نروح ل ان 2 العلوم قديش حجمه بدل 200 عندي قديش 150 هكتب نفس الكلام 150 ضارب 130 على 650 هذا لو اختصرت مع قديش فيها خمسة نفسها نفس الرقم 150 على 5 30 يبقى هذا 30 صح نروح لمين لأ لان 3 180 ضرب 130 على 150 فيها واحد فيها خمسة 180 فيها ثلاثة بزيد ثلاثة وخمسة بزيد ثلاثة 36 36 الان اربعة هتكون 120 ضرب 130 على 150 120 على خمسة فيها 24 خلصنا الان انا شايف انه كلية الاداب اكبر حصة بعدين الاقتصاد 36 36 اكبر من ال 30 بعدين ال 30 بعدين ال 24 فكل ما زاد حجم الطبقه بزيد حصتها في العينه تمام نتاكد هذول مجموعهم 130 ال 30 وال 40 قديش سبعين. 70 70 وهي 30 100 وحطي هذه مع هذول هي 130 تمام هيك العي الان كل اللي عملناه انه حددنا قديش بدي اخذ من كل طبقه لسه ما اخذت انا أخ... بدي اخذ 130 عينه انا لسه حددت بس الحجم من كل عينه الان من ال 200 بدي اختار 40 كيف بدي اختار الاربعين 40 من ال 200 العشوائيه البسيطه ليش اللي هي اول واحد شرحت تاعت الجدول في الكتاب ليش لانه ال 200 طالب تبعين كليه الاداب متجانسين ولا لا بقدر اسحب كشف من القول والتسجيل فيهم ولا لا في ال 200 طالب وبرقمهم 1 2 3 لل200 كل رقم مكون الاخير من ثلاث خانات نخليهم كلهم ثلاث خانات 001 002 لما اصل ل 199 بعدين 200 صح واروح على جدول نفس القصه عشان هيك لو طلعتوا تحت المثال صفحه 12 هتلاقوا مكتوب تحت بعد ما خلص هدول الاربعه قال ويتم سحب كل جزء من طبقته بطريقه المعاينه العشوائيه او العينه العشوائيه الإيش البسيطه بدناش المنتظمه أربعين أربعين منتظمه لنا قصه زي الباب السوبر ماركت فيش عندنا سوبر ماركت في الكليه اه ما ما علينا فبنسحبها بطريقه العينه العشوائيه البسيطه احسن حاجه واضح الكلام اللي تحتها المعاينه العنقوديه مش مطلوبه والصفحه اللي بعدها مش مطلوبه كلها اه اه يلا المعاينه العنقوديه قلنا مش حنشرحها، المعاينه العنقوديه مش حنشرحها. المراحل الغير احتماليه مش عايزينها، المعاينه العرضيه والمعاينه الحصصيه، نروح على انواع البيانات. لسه بدهم ينزلوا على الكليه، على الكليه. على صفحه الكليه، هم حينزلوا لكم اياها. ان شاء الله، اه يعني اللي سرحت حاجه اه بتعيدها ثاني ان شاء الله. تحضر. اوكي او لو صرحتوش عادي جدا وحتى لو في معلومات هيك مش واضحه حتى مع الشرح ممكن تبعتي لي على الواتس على الخاص تسالي سؤال بدك اياه ان شاء الله اه مش هقول خدمه 24 ساعه بزبطش اه لانه وراء دوام الواحد فان شاء الله لاي وقت ممكن تبعته بتلاقون ان شاء الله بنرد عليكم ان شاء الله مالها عملت المجموعه وضفت وبعثت الرابط ما علينا لسه ما نزلتش عليه ولا حاجه، نزلت عليه الكتاب بس بي اف. قلت كمان مره ابعتوا لي على الواتس. اسمك. اسمك مسا. في. اه هيك. مسا الخير، تربط الالف هذه تبعتها، تبعت ال التعريف، مسا اي حاجه. مسا الخير. تحذير بس قبل ما نخش نكمل في الاحصاء، اياك واحد تكتب لي. إن شاء الله إنشاء هذا معنى تكوين أو بناء أو حاجة ينشئ شيء إن شرط شاء الله مفصولات بكونوا تكون زي هيك موضوع الإنشاء للتعبير صح في اللغة نفصلها كلمة إن يعني الأمر مرتبط بمشيئة الله شرط مشيئة الله تتحقق بصير صح إن شاء الله بتم الأمر اما ان شاء هذي زي كفر بصير سبحانه وتعالى طيب هتكتبوا زي هيك ان شاء الله قولوا ايش اه ان شاء الله ما احنا فيها احنا فيها تاخذوا حتكتبوا هتكتبوا هيك ايوه لا مش هنكتب زي هيك ان شاء الله هذه اللي بتذكرني معلش احنا ولا بصور بتذكرني في قصه هيك لجحا ماسك مصاريه وراح يشتري من السوق الله يرزقه حمار قابله واحد بقول له وين يا جحا قال له رايح على السوق بدي اشتري حمار قال له قول ان شاء الله ايش ان شاء الله هاي المصاري في جيبتي يا راجل بقول لك هاي انه قربت على السوق يا راجل قول ان شاء الله قال مش قايل حل عني انت عامل لي فيها شيخ ماشي في الطريق اجى واحد حرام لطش منه وصل السوق داير يدور حاله ما لقاش قابل <applause> هذا قال له ايش شريت الحمار قال له انا ان شاء الله انسرقت أنا, إن شاء الله أنسرق فهنا نأخذ بالنا من كلمة إن شاء الله أوكي طيب هيك إحنا خلصنا الجزء اللي شرحناه مع الكل الحين بي أتنشن بليز خلاص خليكم معي أيوة محاضر للكل ورا 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 غاد خلوكم معي خلوكم معي هان خلاص يا بنت الجوال بتخبي في الكرسي خليك هان طبعا هان المكان عالي ما فيش حدا بتخبى ها كله مبين كله مكشوف اوكي هيك خلصنا احنا طرق المعاينه طبعا احنا اخذنا العينات وقلنا في البدايه في عندنا اسلوبين المسح الشامل او العينه في الحالتين بعد ما خلصنا العينات حصلنا على بيانات جمعت بيانات سواء من العينة أو من المجتمع الإحصائي سواء بالمسح الشامل أو بالعينة جمعت بيانات خلاص ايش داعي تكمليها خلاص بلاقيها الكلمه اه في عندنا بيانات صارت موجوده قدامي هذه البيانات احنا الان بدنا نصنفها بدنا نصنف البيانات البيانات اللي احنا جمعناها ممكن نقسمها الى قسمين رئيسيين بيانات نوعيه وبيانات كميه او كميه البيانات النوعيه يعبر عنها بالالفاظ البيانات الكميه يعبر عنها بالارقام كميات يعني قديش شريت بندوره من السوق ويقول رطل 2 كيلو 3 كيلو 5 كيلو شريت برتقان كذا مثلا صح؟ تعطي رقم هذه اسمها بيانات كميه تعطيني كم زي الطول زي الوزن زي درجه الحراره بيعبر عنها بالارقام تمام؟ في بيانات نوعيه يعبر عنها بالالفاظ يعبر عنها بالالفاظ زي مثلا الحاله الاجتماعيه اعزب متزوج مطلق ارمل الفاظ ما فيش فيها رقم صح الجنس ذكر انثى بكون التقدير تبع الطلاب في ممتاز في جيد جدا في جيد في مقبول هذه تقديرات يعبر عنها بايش بالالفاظ يبقى احنا عندنا انواع البيانات نوعين رئيسيين انواع في عندنا في بيانات نوعية وفي كمية في بيانات نوعية وفي بيانات كمية طيب البيانات النوعية يعبر عنها بالألفاظ والبيانات الكمية يعبر عنها بالأرقام تمام خلص سواء بيانات نوعية أو كمية أو كمية بصنفوها إلى يا متغير يا ثابت البيانات اللي بنجمعها برضو يا إما متغيرات وإما ثوابت الثوابت مدام تم دراستها وتحددت قيمتها أو صنفها ما بنعيدش دراستها كمان مرة يعني مثلاً العلماء درسوا الأكسجين وعرفوا أنه تكافؤ ثنائي مش هيرجعوا كل سنة يدوروا على تكافؤ الأكسجين صح؟ تم بحثها خلص الشيء الثابت لا يتم دراسته إلا مرة واحدة لما يثبت خلصنا درجة تجمد الماء صفر صح؟ درجة غليان الماء مية هيك معروفات مش كل يوم الثاني بنجيب علم جديد اوكي فالان البيانات الثابته لا يتم دراستها فاحنا شغلنا او دراستنا بدها تصير على المتغيرات على المتغيرات تصنيف المتغيرات المتغيرات بصنفوها الى اكثر لا خلوكم معي بس سيبوكم من الكتاب خلوكم معي احنا هيك خلصنا الساعه الاولى ننظر في الساعه الثانيه نحاول ان نلخص على السريع نخلص الفصل الاول وندخل شوي في الفصل الثاني نحاول إن, ان شاء الله متاخرين كثير احنا معلش نحاول نحاول بس ضيعوش الوقت في الكلام اللي ملوش لزوم اي حاجه بشرحها مش واضحه وقفيني اعيد وقفيني يعني فرملين زي ما بقول شايفاني بس لو سهل وسريع اسال السؤال بس ما حدش يضحك عليك تكون سؤال تافه ويكون بسيط والكل فاهمه اه مش مجرد سؤال لمجرد السؤال يا بنات انتوا التنتين انت 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 ركزوا معي يا بغير اماكنكم واجيب واحد هنا وافرق بينهم في المجالس ايش نقول خلاص طيب بقول بدي اصنف المتغيرات في عندي تصنيف حسب القيم اللي بياخذها المتغير طبيعه القيم اللي بياخذها المتغير في تصنيف حسب التاثير والتاثر للمتغيرات فنصنف تصنيف المتغيرات بنقول هان حسب القيم التي يأخذها المتغير في متصل وفي منفصل بسموه متغير متصل وفي متغير منفصل طبعا احنا اخذنا في الإعدادية الفترات تبعت الارقام الفتره المغلقه والمفتوحه ونص مغلقه ونص مفتوحه وبنعرف كيف نمثلهم بيانيا صح يعني زي ما يقول لي مثلا اه بالانجليزي بنكتب بالانجليزي من الشمال لليمين الصغير على الشمال يعني زي ما يقول اثنين وخمسه مغلقه فبنيجي بنظللها زي هيك هاي اثنين هاي الخمسه واللي بينهن يا بنعمل هيك يا بنظلل كل اللي بينهن صح؟ هذه او هذه هذه اسمها فتره ايش؟ مغلقه لو صارت مفتوحه من عند الاثنين بيعملوا القوس زي هيك بتصير من عند اثنين مفتوحه من هان صح وعند الخمسه مغلقة هذا بنسميها فتره نصف مغلقه او نصف مفتوحه طيب طبعا بالانجليزي احنا بنعملها زي هيك بنعملها زي هيك المفتوحه مش قوس مربع بصير بهذه الصوره ماشي ما علينا بغض النظر مش مطلوب معنا هذا الكلام للعلم بس الان طيب لو حطيت ثلاثة بدل الخمسة عادي ايش الفترة هذه؟ نصف مغلقة نصف مغلقة لو طلعت على هاد أو نصف مفتوح لو طلعنا على صحيح؟ ايش الأعداد بين الاثنين والثلاثة؟ فيش أعداد أنا لما حطيتها اثنين وخمسة لو قلت لكم اثنين وخمسة هتلاقوا الثلاثة والأربعة صح؟ أيوة ايش بين الاثنين والثلاثة؟ زي ايش؟ واثنين واحد من عشرة الصحيح بين الاثنين والثلاثة عدد لا نهائي من الأعداد طب مين تعطيني أول عدد جنب الاثنين يمين الاثنين بالضبط أول رقم بعد الاثنين بقدر أقول اثنين فاصلة صفر 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 أي واحد يجي يقول لي بس حط واحد بنفعش لسه قادر أحط أصفار إلى ما لا نهاية وبعد ما لا نهاية بحط الواحد غاد يقول ما بقدرش اعرف اول عدد عشان هيك احنا بنكتبها على صوره فترات فالاعداد الحقيقيه كثيفه جدا بحيث انه اي جزء ما فيش فراغ على خط الاعداد تبع الاعداد الحقيقيه الاعداد الايش؟ الحقيقيه فيها كسور عشريه فبكون عشان هيك احنا بنرسم الخط متصل من كثر النقط اللي عليه واضح؟ في قاعده بتقول بين كل عدد حقيقي وعدد حقيقي في عدد حقيقي اي عددين يجي على بالك بتلاقي بينهم عدد اه في عدد لا نهائي فهنا بتكون الفتره متصله لما ياخذ فتره بيكون ياخذ قيم متصله لانه الخط هذا ايش بيكون متصل ايش الاعداد بين الاثنين والثلاثه عدد لا نهائي من الارقام عدد لا نهائي واضح من الارقام ايش متغيرات تاخذ قيم متصله الطول الطول او الوزن يعني مثلا عشان الطول لو احنا زرعنا نبته واعتبرنا هاي الصفر هنا طولها صفر لسه مش طالعه ولا حاجه بدات تطلع في كاميرات بيصوروا الطول في شهر بتصوروا في ثواني مزبوط ولا لا تسريع بتعمل للمقطع فالان بقت صفر بعدين طولت صارت 5 سم بجيب لك ايه وهي بتنمو الان اي رقم ما بين الصفر للخمسة النبات اخذ هذا الطول لو طلعت بالعين مش هتنتبهي مش هتلاحظ التغيير في الطول لكن يوم عن يوم بزيد هل احنا بنلاحظ هذا الطول؟ لا عشان هيك بق... هذا الطول ياخذ قيم متناهيه في الصغر يعني اعداد حقيقيه فالطول حياخذ كل القيم اللي بنتصورها من الصفر للخمسه فهو بياخذ الصفر بعدين تشوف فجاه له عند الاثنين ونص فيش قفزات بنمو باخذ كل الخط عشان هيك نرسمه متصل الترمومتر تبع درجه الحراره الزئبق اللي فيه لما بيرتفع يعني لو سخنا بجد المستودع الزئبق اللي تحت حيبدا الزئبق يرتفع بالتدريج حيأخذ كل الاطوال من مكانه الاصلي لعند ما يقف صح فالطول ياخذ قيم على صوره فتره متصله فالمتغير اللي بياخذ قيم في صوره فتره بنسميه متغير متصل ياخذ قيم في صوره فتره كل متغير ياخذ قيم في صوره فتره او جزء من فتره بنسميه متغير ايش متصل لأن القيم المخدها بتكون متصلة حلو الكلام نشوف المتغير المنفصل المتغير المنفصل المتغير المنفصل الآن هاي عندي خط الأعداد صفر واحد اثنين ثلاثة إلى آخره طبعا الأرقام الصحيحة على خط الأعداد بمثابة عمدان الكهرب على الأسفلت الكهرباء اللي بتكون ضاوية في الليل عشان نشوف الأسفل لكن السيارة وهي ماشية تمشي على الخط كله ما فيش جزء بتمشي فيه وجزء بتقفزه ماشي على الخط متصل ولا خط السير تبعها فهذه هذه زي عمدان الإنارة صح؟ أو أعمدة الإنارة المهم الآن بدي أشوف على متغير منفصل لو قلنا عدد الأبناء في أسرة عدد الأبناء في أسرة لو اثنين متجوزين جديد كم ولد عندهم ما لهم الشهر صفر عدد الابناء ولا محوشين فيش ما آه. صار عند الاجانب هذا بكون اه صفر بعد سنتين ثلاث صار عندهم واحد بعدين اثنين ثلاثة أربعة هل ممكن يصير عندهم واحد واثنين من عشرة؟ <applause> يعني خلفوا ولد وشعر بنت؟ ما صح ولا لا؟ فبزبطش فالقيم اللي بخدها المتغير اللي بمثل عدد الأبناء في أسرة يأخذ القيمة صفر القيمة واحد القيم اثنين في فراغات بينهم ولا لا؟ هذه القيم منفصله في فاصل بينها ولا لا؟ يعني لا ياخذ جميع الاعداد الحقيقيه من صفر لثلاثه لا يا باخذ صفر بقفز كل المسافه بروح للواحد لاثنين للثلاثة فهذا بنسميه من متغير منفصل اذا المتغير حسب القيم اللي باخذها يا متغير متصل اذا كان ياخذ قيم على صوره فتره متصله من الاعداد الحقيقيه جزء او فتره كبيره ولا صغيره ما لناش دخل اه وبنقول عنه متغير منفصل اذا كان ياخذ قيم قابله للعد قابله للعد كل الاشياء اعداد الاشياء عموما اعداد الاشياء كلها منفصله زي ما بقول عدد الكراسي منفصل بقدر واحد اثنين ثلاثة أربعة عدد الكراسي ولا لا عدد الأشخاص عدد اللوح كم لوح عندنا في الغرفة كم شباك اعداد الأشياء، إعداد الحوادث في شارع معين، كله، إعداد الأبناء في أسرة، إعداد الطلبة، مؤسسات، وزارات، كله عدد أي شيء بنسميه منفصل. كويس يبقى هذه الأشياء القابلة للعد بتكون منفصلة. الأشياء الغير قابلة للعد اللي تأخذ قيم على صورة فترة بنسميه متغير متصل وهذا منفصل. خلاص هاي حسب القيم اللي بخدها المتغير. في عندي حسب التأثير والتأثر في عندنا مستقل وتابع وايش؟ وسيطي، الوسيطية مش كثير انا بدق عليها لأنه هي يا مستقل يا تابع هو اللي بأثر في الأصح أكثر منه أوكي يعني مش مقنع كثير الكلام الصحيح المكتوب مش ما علينا المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة التأثير والتأثر من اللي طلع؟ إيش معنى؟ توكل طيب حسب التأثير والتأثر لما يكون الواحد هو اللي بقول قراره من راسه من عنده صاحب القرار زي المدير او الرئيس بعض القرار للمرؤوسين هم من بنفذه صح هو اللي بيتخذ القرار هو الراي المستقل مش هم اللي بياثروا عليه هو اللي بياثر عليهم صح فالمؤثر هو المستقل والمتاثر هو التابع خليكم معي زي ما بنقول مثلا عند دراسة العلاقة ما بين عدد ساعات الدراسة وعلامة الطالب في الامتحان مين بيأثر في مين لو جبنا اثنين متوسط الذكاء تبعهم تقريبا زي بعض فيش ناس ايدنتيكال تمام مية في المية زي بعض يعني بيكون حاجات بسيطة نعتبرهم في المتوسط زي بعض واحد بدرس يوميا أربع ساعات واحد بدرس ساعة كل يوم بتوقع مين يجيب علامات أكثر أبو أربع ساعات فعند دراسة العلاقة بين عدد ساعات الدراسة وعلامة الطالب في الامتحان كل ما زادت على عدد ساعات الدراسة بتوقع الدرجة تزيد، صح ولا لا؟ وبالتالي مين بأثر في مين؟ هل عدد ساعات الدراسة بتأثر على الدرجة ولا الدرجة بتأثر على عدد ساعات الدراسة؟ عدد ساعات الدراسة بتأثر على درجة طالب في الامتحان، منطق ولا لا؟ اوكي، يبقى عدد ساعات الدراسة هي المستقل والمتأثر اللي هي الدرجة المترتبة عليها، صح؟ فالدرجة هي المتغير التابع. تمام؟ طيب لو جينا للعمر وضغط الدم، العلاقة بينهما. عند دراسة العلاقة بين العمر وضغط الدم مين بياثر في مين؟ هل ضغط الدم بياثر على العمر؟ العمر ماشي مالوش علاقة ايش يصير فيه، كان الإنسان ما ضغط دم ولا حاجة، صح؟ مالوش علاقة، فالعمر ماشي. لكن متوقع إنه كل ما زاد العمر بيرتفع ضغط الدم لأنه الأوردة أو الشرايين بصير فيها شوية ترسبات على جدرانها من الداخل فبتدي فبصير بزيد الضغط مزبوط ولا لا اه نوعا ما يعني هيك انا انتوا انتوا علوم طبيه بس جداد لسه اه يعني مش مش اقول اللي بدي اياه آه, آه, اه اخذ راحتي اوكي فالان احنا لما بدي اقول لو اعطيتكم اي متغيرين اي متغيرين انتوا عمركم سمعتوا فيهم عشان تعرفوا مين المستقل ومين التابع بدي اعمل جمله كلما ارجع لعدد ساعات الدراسه اللي بيجي في جملة كلما هو المستقل واللي بيجي في جوابها كن هو التابع أرجع لساعات الدراسة وإيش علامة الطالب في الامتحان هل أقول كلما زادت درجة الطالب في الامتحان زادت عدد ساعات الدراسة ولا أقول كلما زادت عدد ساعات الدراسة تزداد علامة الطالب في الامتحان صح؟ تاني فاللي أجا في جملة كلما أقول المستقل والتابع في الوسيطة هي المثال موجود عندك في الكتاب خلافات الزوجية والطلاق والأبناء طبعا لما, لما يصير خلافات زوجية بتؤدي إلى الطلاق يعني الطلاق تابع بسبب إيش خلافات زوجية لكن الأولاد اللي بروح في الرجلين صح؟ أو العكس في طلاق في تشرد اطفال ايش المتغير الوسيط الخلافات الزوجيه ممكن اللي هي بتوصل صح أو. خلينا في المستقل والتابع هي الاهم فنبدا لجملة كلما اقول كلما زاد العمر خلينا نقول ارتفع او زاد ارتفع ضغط الدم حاول تبدليها مش هذا كلما ارتفع ضغط الدم زاد العمر يعني الواحد وهو قاعد متضايق عمره بيزيد ولو انبسط بقى عمره بينفعش صح؟ مش هتزبط فهيك بتركب كلما زاد العمر فاللي بيجي مع كلما هو المستقل عدد ساعات الدراسه عدد ساعات الدراسه زادت علامه الطالب في الامتحان فالعدد ساعات الدراسه اجت في جمله كلما هو المستقل والثاني هو إتر تمام ممكن نخليها عكسيه ممكن جدا مثال على طول الشمعة كل ما زادت فترة اشتعال الشمعة بقل طولها صح ولا لا ممكن المهم يعني بنحطها في جملة كلما هي الشمعة مش راضي أقولها لأنها تحتمل الشقتين لو قلت كمان مرة أنا بقول كل ما زاد طولها تزيد فترة الاشتعال والعكس لو جبت شمعتين نفس الطول كل ما زادت فترة الاشتعال بقل الطول فبرضاش أحب أحب أقول المثال هذا بنفع الشقتين صح؟ فلا بحب اقوله في المحاضره ولا في الامتحان بنحط عشان ما الطالب ما يتحيرش الا اذا بدي ساعد اقول ايش ما جاوب حقول حق صح الا اذا الناس بدهاش تجاوب تسيبه فاضي تستاهل سفرين مش سفر صح؟ اوكي بعد هيك احنا خلصنا تصنيفين تصنيف حسب القيم اللي بتاخذها سواء متصل ولا منفصل وفي التاثير والتاثر في عندنا متغيرات فئويه لا هي يعني لا هي من النوع الاول ولا الثاني ممكن تاخذ من هان ومن هان اللي هي المتغيرات الفئويه من اسمها متغيرات فئويه يعني متغيرات ضمن فئات هي متغير لكن ضمن فئات يعني مثلا الان فصيله الدم هل كلنا فصيل دمنا واحدة؟ إذا هي متغيرة من شخص لآخر هاي كلمة متغير صح؟ لكن أي واحد لو فحصنا دمه حيكون يا إيه يا بي في أي بي في أو بوزيتيف وأو نيجاتيف مظبوط ولا لا؟ آه. أي واحد لو سحبناه حيكون واحد من هدول الخمسة، إذا هو متغير لكن ضمن فئات <تصفيق> تمام؟ <تصفيق> تقديرات الطلاب كمان تقديرات الطلاب أي طالب لو أخذناه حيكون تقديره يا ممتاز <applause> يا جيد جدا يا جيد يا مقبول، مقبول يعني متوسط، <applause> يا ضعيف يعني راسب <applause> كويس؟ بتقول تقول ضعيف يعني 50 واحد، لا الخمسين ناجح مقبول اللي تحت الخمسين هو المتنا ال بنقول عنه الضعيف اه الضعيف المتنايل على عينه اللي تحت الخمسين صار بيحمل المادة بعيدها اوكي فهي متغيرة من شخص لآخر لكن ايش ضمن فئات خلصنا هدول نيجي لآخر جزئية عندنا في الفصل الأول اللي هي تدريجات القياس كويس تدريج القياس تمام, تمام. في عندنا تدريجات القياس أربع تدريجات طب أنت حافظ أنا حافظهم برضو أنت بتقريهم من الكتاب أنا حافظهم فيهن أربع أربع تدريجات الاسم والترتيبي والفترة والنسبي الفترة والنسبي قربات من بعض بنقولهم مع بعض الاسم والترتيبي كل واحد لحاله منفصلات بس كلمة تدريج مجرد ما أقرأ كلمة تدريج بتبادر لذهني اللي هي المسطرة المدرجة الترمومتر المدرج في أرقام شحطات وعليهم أرقام مظبوط ولا لا أو شرطات ماشي ماشي ترقيم انا بحكي على كلمه تدريج اول ما اشوفها بيجي المسطره المدرجه او المخبار المدرج مش هيك بسموهن <applause> اه هيك أنه عليها السنتيات والارقام زي السرنجة وهكذا فكلمه تدريج يعني ارقام تدريج يعني ايش بتدوري ايش تنسخي <applause> تكتب كويس تكتب كويس <applause> تكتب انا ما بكتبش كثير اه انا بقول كل موجود في الكتاب بالذات في الفصل الاول لانه معظمه بدك تدرسوه من الكتاب اللي احنا قلنا عنها هتلاقي نفس الكلام موجود لكن احنا بهمنا الخلاصة في هذا النوع التدريج الاسمي تدريج يبقى أنا بستخدم أرقام هان الأرقام تكون بمثابة الرموز رموز يعني كانك بترسم أشكال إذا بترسم نسر عصفور بطة أي حاجة يعني لما اكتب واحد واثنين وثلاثة هان زيها زي الرموز يعني ليس لها دلالة عددية الرقم ملوش دخل يعني مثلاً لو كتبت واحد اثنين وعشرين أربعة واحد سبعة اثنين اثنين صفر اثنين وعشرين خمسة اثنين واحد ثلاثة هذا رقم طالبة جامعي صح؟ الآن هي الطلاب بيبدأ برقم واحد والطالبات برقم اثنين هذه للحفظ كويس احفظوها الطلاب واحد البنات اثنين هذه السنة اللي انت دخلت فيها 2022 الأربعة هذا بس اللي بتغير من طالب لطالب هذا اللي بختلف. تمام حتى الشعب شعبكم 201 202 203 لما اشوف الجدول تبعي واشوف 201 بعرف انه طالبات 101 يبقى طلاب واضح فالان احنا عندنا نتعامل مع الرقم واحد للطلاب واثنين للطالبات بصفه عامه تمام الان الواحد واثنين مجرد رموز اشوف واحد بعرف انه ذكور او طلاب واثنين يعني طالبات او اناث ماشي الحال؟ ما فيها مفاضلة البنات لأن أحسن حطينا رقم اثنين اثنين أكبر من واحد لا ملاش علاقة نهائيا بس للتصنيف في بعض الاستبانات زمان كنا نعبيها لما يكتب الجنس ذكر أو أنثى حط صفر مثلا لذكر واحد لأنثى أو العكس هذه رموز بفرغها عنده لما يجي حل البيانات آه بكتب ذكر أو أنثى ما علاقة يعني لا يسمح فيها بالمفاضلة يعني الآن مين أشطر هذا الطالب ولا هذا الطالب اللي هان بعرفش ممكن الطالب هذا يكون يطلع وحدة واحدة في البنات أو في الشعب وهذا يكون أشطر واحد أو العكس ولا لا فهذه مجرد أرقام لما ندخلها على الكمبيوتر بطلع لي صورة الطالب وملفه كامل وعلاماته لكن الأرقام نفسها يعني تقع بمثابة الاسم صح؟ زي الاسم تدل على الشخصية زي رقم الهوية مظبوط ولا لا؟ أرقام أرقام مش كلهن زي بعض في ناس تبدا هويته بأربعة في بستة في بتسعة في ثمانية في أرقام كثير هي لا يسمح فيها لا بترتيب ولا مفاضلة ولا مقارنة ولا حاجة هي مجرد رموز تدل على صفة معينة أو شخص معين تمام؟ هي التدريج الاسمي أرقام تعبر عن او تدل على صفه معينه هذا بالنسبه للتدريج الاسمي في تدريج ترتيبي التدريج الترتيبي من اسمه في ترتيب ما دام في ترتيب يعني بقدر اعمل تصاعد وتنازلي صح ولا لا؟ في شيء افضل من شيء اكبر من شيء اعلى من شيء يسمح فيه بالمق... بالمفاضله ولكن لا يسمح فيه بالمقارنه النسبيه بمعنى اقول هذا التقدير قد هذا مره ونص او خمس مرات او سبع مرات انا لما اقول واحد معاه اه 20 دينار وواحد معاه 40 دينار بقول معاه 40 دينار قد ال 20 مرتين لكن لما اقول واحد تقديره ممتاز وواحد تقديره جيد جدا بقدرش اقول الجيد الممتاز قد جد الجيد جدا مره ونص بقدرش يعني لا يسمح فيها بالمقارنه النسبيه يعني اكم مره قده تمام حلو سيب الجوال سيب الجوال أه فهنا يسمح فيه بالترتيب والمفاضلة أكيد الممتاز أفضل من الجيد جدا لكن ما بقدرش أقارن لأنه ممكن طالب جايب تسعة وثمانين وتسعة من عشرة يكون تقديره جيد جدا واحد جايب 90 أفرق عنه عشر يعني مش كتير هالفرق بينهم صح لكن فعليا الممتاز أفضل من الجيد جدا لكن ما بقدرش أقول أفضل منه بأكم مرة فيش فيها مقارنات نسبية تمام هذا التدريج الترتيب يسمح فيه بالترتيب والمفاضلة والمقارنة بس غير نسبية كل فيها مقارنة نسبية قد أكم مرة هذا التدريج رقم اثنين التدريج رقم ثلاثة تدريج الفترة أربعة تدريج أو التدريج النسبي التدريج التدريج النسبي هذول التدريجين ارقى من اللي قبل يعني طبعا هان لا في مقارنه ولا مفاضله ولا غيره هان صار في ترتيب ومفاضله ومقارنه غير نسبي هذول اعلى من هذول فيهم ترتيب ومقارنه ومفاضله و و الى اخره كل العمليات الحسابيه اللي بنعملها بنجمع ونطرح ونضرب اللي بدنا في التدريج الفتره والتدريج النسبي يعني مثلا لما تكون درجه الحراره اليوم 8 وبكره صارت 10 اعلى قدها ذهب مرة وقد إيش؟ وربع مثلا لأنه 10 على 8 فيها واحد بزيد 2 على 8 و2 على 8 فيها ربع صح؟ ما علينا بتحبوش الكسور أنا عارف أكرم عليكم الحساب والكسور بالذات تكرهوها آه قدها مرة وربع فبقدر أقارن وأجزء طيب آه مثلا آه سعر البندورة اليوم كان 3 ب 10 بكرة صار 6 ب 10 صار الرخص صح؟ صار النص السعر صار للنص وهكذا بقدر اقارن قد مره مرتين ثلاثه ونص وهكذا ففي تدريج الفتره وتدريج النسبه التنتين يسمح فيهن بالمقارنه والمفاضله ايش ما بدكم كيف اعرف انا المتغير تبعي هنا احنا قلنا زي رقم الطالب الجامعي زي رقم الجوال زي رقم الهويه زي الجنس ذكر او انثى ارقام تدل على صفه معينه صح لا يسمح فيها لا بترتيب ولا مفاضله ولا مقارنه ولا 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 الترتيبي صار فيها ترتيب زي الممتاز والجيد والجيد جدا في المقدم والعميد والرتب العسكرية هذه فيها ترتيب ومفاضلة فيها لكن الرواتب ممكن تكون قريبة من بعض مثلا لو بدي أقارن مقارنة نسبية ما فيش فيها هان يسمح فيه كل حاجة أمثلتها بسيطة هذا أمثلتها قليلة هذا أمثلتها كثيرة لكن تنتين قريبات من بعض كيف أنا بدي أفرق بين متغير معين انسبه اقول يتبع تدريج الفتره والتدريج النسبي؟ اللي بيتبع هنا سهلات مقدور عليها صح؟ يعني زي ما نقول جنس المولود يتبع لايش؟ اسمي. اسمي ذكر او انثى ما فيش فيها مفاضل صح؟ ولا مقارنه ولا ترتيب الانثى قبل ولا الذكر لا كثير ناس بقول لك ليديز فيرست بدخل الستات قبل صح؟ هذا ما يخش دار ولا شارع ولا حاجه او ركبها في سياره لكن احيانا بقول ورا ورا ارجع بزوج مرته لورا وهو ماشي في الشارع صح ولا لا في مش دائما ليدز فيرست ما علينا ما فيش فيها ترتيبات فيش فيها ترتيب الاسم هدول الذك... الجنس ورقم الهويه ورقم الطالب الجامع لا فيها مقارنه ولا مفاضله ولا اي حاجه الترتيب فيه صح العميد عندنا في الكليه اعلى من نائب العميد ونائب العميد اعلى من رؤساء الأقسام رؤساء الأقسام أعلى من المحاضرين نفسهم هذه في الرتب الإدارية صح؟ أوكي نيجي لتدريج الفترة وتدريج النسبة الاثنين يسمح فيهم بالمقارنة والمفاضلة وإلى آخره في عندي ميزة واحدة تقدر تفصل لي هل هذا المتغير يتبع تدريج الفترة ولا التدريج النسبي هذه كالتالي أنا يعني بمثال أوضح لكم إياها كيف تجاوبوها يعني يجي يقول لي آه يعتبر او تعتبر معلش درجة الحرارة متغير يتبع واحد اثنين ثلاثة أربعة أعطيتك الخيارات الأربعة اللي هنا تمام؟ بدي أختار مين؟ الآن طبعاً درجة الحرارة فيها أعلى فيها أوطى مسموح فيها ترتيب صح؟ يعني اليوم كانت عشرة بكرة صارت عشرين ارتفع للضعف بقدر أقول قدها مرتين يعني هذه يا فترة يا نسبة صح كيف أنا بدي أحسم الأمر بكلمة واحدة هو السؤال هاي صيغته وهي الخيارات الأربعة تمام كيف أنا بدي أجاوب الآن اللي بدي أقوله للجواب لا مش لازم يكون ضمن السؤال أنت اللي بدك كالتالي بدك تسألي حالك الآن درجة الحرارة لو أعطيناها القيمة صفر بمعنى لو جسم درجة حرارته صفر هل له وجود ولا ما حدش يستعجل يقول لي ما انت هتقول يا له وجود يا ما له وجود واحد فيهم صح وواحد غلط بدناش تخبيص كويس ما حدش يستعجل انا بديش انا بدي اقول بديش حدا يغلط وين وينكسف بقول لا غلط خلي غيرك يندب فيها ويستعجل صح احسن روق احسن فالان بدي اسال حالي لو جسم درجة حرارته صفر هل هو موجود ولا عدم؟ ما فيش حاجة اسمها درجة حرارة صفر، ما حدش يجاوب، ما في ناس عندها فضول بدها تجاوب. في طب أنتم بتعرفوا في حياتكم في كائنات أو أشياء درجة حرارتها صفر؟ مجا... جسم أو شيء، قولي. إيش؟ في مية، المية لو صار درجة صفر، إيش بتصير؟ بدل ما يتحرك يكون جامدة لكن شايفينها موجودة ولا لا يبقى درجة الحرارة لما تأخذ القيمة صفر لا يعني الجسم اللي بأخذ هذه الدرجة عدم مش موجود موجود هيو وفي أقل من الصفر ولو مسكت الجسم بشعر بالبرودة صح موجود في أقل كمان من الصفر إذا إذا كان الصفر اللي أنا بدي أعطيه لهذا المتغير لا يعني العدم فهو يتبع الفترة إذا كان الصفر اللي أنا بدي أعطيه للمتغير يعني العدم مش موجود بكون للنسبة زي إيش؟ زي الطول زي الطول مثلاً الطول لو أجا قال لي طبعاً درجة الحرارة تتبع إيش؟ قلنا الفترة لأنه هنا درجة حرارة صفر لا تعني العدم صح ولا لا؟ في موجودة في الواقع وموجودة وبنحسها، صح؟ إذا لا تعني العدم وبكون هنا بسموه الصفر اصطلاحي. إيش يعني اصطلاحي؟ اصطلح العلماء على أن درجة تجمد الماء النقي عند مستوى سطح البحر تساوي صفر. درجة تجمد الماء صفر، اصطلحوا، نعم. هذا يعني أنه ممكن تتجمد على درجة حرارة أخرى، يعني ممكن تتجمد على واحد أو على اثنين. صحيح. كويس في اقل وفي اكتر حسب الضغط برضو له علاقه بالكلمه بس انت خدي بالك او انت ما خدتيش بالك لما انا قلت حطيت شروط عشان اقول الصفر قلت درجه تجمد الماء النقي عند مستوى سطح البحر كويس يبقى هنا بده يكون صفر صح عشان مستوى عشان كميه الضغط واذا في شوائب ولا ما فيش في شوائب الشوائب بتاثر احيانا لما بده يسلق بيض الواحد ويخلي البيض يغلي بسرعه لو حطيت شوية ملح أو حطيت أي حاجة زي العوامل المساعدة بتخليه يغلي أسرع بتقرب ساعة الغليان أو درجة الغليان بوجود الشوائب هذه فبتأثر لا إحنا بنحكي على إيش على الصفة الطبيعية في الظروف الطبيعية ما نقي عند مستوى سطح البحر بغض النظر هان لا تعني العدم صفر اصطلاح أشوف الآن لو غيرت بدل درجة الحرارة وقلت الطول يعتبر, يعتبر يعتبر الآن بيصير يعتبر الطول متغير يتبع واحد اثنين نعم، ثلاثة أربعة هو يا ثلاثة يا أربعة تمام أكيد النسبة ما أنا جايب لكم مثال عشان النسبة بتقولوا النسبي شاطرين ما ي... لازم تكون النسبة تاخذ بالكم ليش؟ الآن بدي أدخل كلمة الصفر لو قلنا طول صفر هو السؤال بيقول لي الطول أنا بقول في الهامش لحالي طيب كائن طوله يساوي صفر، ايش يعني طوله صفر؟ ملوش طول اذا ملوش وجود ليش لانه الكائنات الدقيقه البكتيريا الخليه شو بالمايكرون ب10 كذا في كائنات ادق الالكترون والنواه والح... مظبوط ولا لا بيجيبوا ارقام يعني غايه في الصغر يبقى ما موجود يبقى له طول لكن اذا طوله الصفر هو بس اللي مش موجود اللي ملوش طول صح معدوم اذا هان الصفر ايوه الصفر هان يعني او هذه يكافئ العدم هذا بسموه الصفر المطلق لما يقولوا عاد صفر اليدين ايديه فاضي فيش فيه حاجه مزبوط لا بلاش في فك هان بلاش بدي جيبه اشهد عليها بس بقيت بس لقيت في فك بتخرخش اوكي الصفر يعني العدم ما فيش خالص عدم فالطول اذا اعطيناه صفر ما فيش مش موجود الكائن طب مساحه ارض مساحه لو قلنا المساحه مساحه ارض او مربع او مستطيل لو كان المساحه نسبي ولا فتره بدي اقول مساحه طب لو قد ما يكون دقيق جدا الابعاد تبعته لو بالمليات بقدر راح اضرب طول في ارض وارتفاعه وغيره مظبوط ولا لا بقدر احسب له مساحه إلا, الا ما يطلع لكن اذا كان صفر يبقى هو مش موجود، ملوش ابعاد يبقى مش موجود اذا العدم، اذا المساحه برضه نسبي، الطول نسبي، الوزن، المساحه، الحجم، القوه، امثلته كثيره لكن تدريج الفتره يعني ببشركم مش كثير، تدريج الفتره احنا قلنا كيف نحسبها بالمنطق امثلته زي درجه الحراره والضغط الجوي وايش؟ علامات الطالب في الامتحان مثلا لا تعني لا تعكس حتى لو اخذ في الامتحان صفر صح؟ لا يعني انه ولا حاجه بفهم في الماده معدوم لا بيعرف له حاجات بسيطه لكن مش صفر مش مظبوط ولا لا؟ اوكي يعني واحد بكابر يقول انا عارف الامتحان هيجي من الفصل الثالث ما بقراش لا اول ولا ثاني بقراش الا على الثالث بكون الدكتور بده يخفف عليهم قال لهم الامتحان جاي في الفصل الاول والثاني بس بدي هو ما ما الا الثالث والثالث ما له علاقه في الاول والثاني بيجيب صفر لكن عنده معلومات في الإحصاء متعلقة بالفصل الثالث مش عدم ولا لا أو قرأ شوية معلومات قد ما يكون صادق في الحساب إلا ما بيعرف خمس زائد سبعة قد إيش خمس زائد سبعة ماشي أصبوط بيعرف إلا ما يكون مش معدوم بالمرة وبالتالي درجة الطالب في الامتحان برضو تعتبر من تدريج الفترة تمام